بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالبايثون بروجرامينج، والنهاردة المحاضرة السابعة وهي عنوان الديسيجن. إيه الديسيجن دي؟ قلنا الديسيجن دي قبل كده أو الكونديشن في خلال ما كنا بنتكلم على الفلوت شارت، وقلنا بشكل كبير إن إحنا محتاجين في وقت ما نغير اتجاه سير البرنامج. بدل ما كنت بنفذ الخطوة رقم واحد أو اتنين أو تلاتة ورا بعض، لا، انا عاوز في وقت معين اخد قرار، والله بناء على كونديشن معين روح في اتجاه معين لو حصل الكونديشن، وروح في اتجاه تاني او نفذ مجموعه جمل تانيه لو الكونديشن ما حصلش. الشكل ده كنا شفناه قبل كده في الفلوت شارت لو فاكرين، وكان في الكونديشن بيحصل له ايفالويت، او بنشوف الكونديشن ده بيقول ايه. لو الكونديشن ده ترو اور فولس، يس اور نو، لو يس عاوز انفذ ستيتمنت رقم 3، لو نو عاوز انفذ ستيتمنت رقم 1 وستيتمنت رقم 2 واعمل سكيب للستيتمنت 3 او ما اشتغلش على الستيب رقم 3. الجزء المهتم بده في الفلوت شارت او مهتم بده في الكود بيتقال عليه الديسيجن او الكونديشن او الكونديشنال ستيتمنت، وده عامه شابتر موجود في اي تكست بوك بيتكلم على اي لغه، ازاي تعمل كونديشنال ستيتمنت، ازاي تعمل كونديشنز. ان شاء الله الاجنده بتاعتنا في خلال المحاضره دي ان شاء الله هنتكلم على الديسيجن او القرارات. هنتكلم في الاول خالص ان احنا محتاجين عشان نعمل كونديشن او نكتب كونديشن، اكيد الكونديشن ده هيبقى مبني على ريليشنال اوبريتور. ريليشنال اوبريتور اللي هي المعاملات اللي لها علاقات ببعض، يعني او العلاقات المترتبه على بعض. يعني لو حبيت اقارن اقول كميه اكبر من كميه او اقل من كميه او اكبر من او يساوي او اقل من او يساوي، بسال هل ده بيساوي ده ولا لا. الاوبريتور دي اسمها ريليشنال اوبريتور. ريليشنال اوبريتور، فيا ترى ريليشنال اوبريتور بتتكتب ازاي داخل البايثون؟ بعد كده هنتكلم على بوليان اكسبريشن. بوليان اكسبريشن، وده اكسبريشن بيقول في الاخر ان في داخل البايثون في حاجه اسمها بوليان تايبس. بوليان تايبس يعني زي ما في انتجر وفلوت وكاركتر وسترينج والاخره، في بوليان تايبس. بوليان تايبس ايفالويت تو ترو اور فولس، يعني في الاخر الاكسبريشن ده هيقول لي ترو اور فولس. ثم هنتكلم على اللوجيكال اكسبريشن. اللوجيكال اكسبريشن لما بحتاج احط شرطين مع بعض، اقول لو الشرط ده حصل او الشرط ده حصل، او ان الشرط ده حصل والشرط ده حصل، او ان الشرط ده ما حصلش، محتاج لوجيكال اكسبريشن او لوجيكال اوبريتور زي الاند والاور والنوت. هنشوف بعض الامثله على الكلام ده عشان نوضح بيها الموضوع. وهناخد الاف ستيتمنت. هنتكلم على الاف ستيتمنت اللي هي اول جمله بتمكنني ان انا ايفالويت كونديشن او ان انا اشوف الكونديشن حصل او ما حصلش. هناخد اف ستيتمنت، ودي من اشهر الجمل الموجوده في معظم اللغات. من اشهر جمل الكونديشنال هي اف ستيتمنت، وربما تكون الوحيده. بعد كده هنتكلم لو حصل شرط معين او ما حصلش، يعني لو حصل محتاج انفذ حاجه ولو ما حصلش محتاج انفذ حاجه ثانيه، دي اسمها اف ايلس ستيتمنت. اف ايلس ستيتمنت. كمان واحنا بنتكلم على الاف والالس هنتكلم على حاجه اسمها الاندنتيشن. اندنتيشن، اوكي. بعد كده هنتكلم على الف اف او اختصارا الف. الف ستيتمنت. الف ستيتمنت، وهنشوف امثله كتير على هذا المنوال. نبدا سريعا المحاضره بتاعتنا. تعالى ندخل على الاي اي دي لي بتاعنا، وتعالى نشوف بعض الحاجات المهمه. تعالى نفتح الشيل بتاعتنا، وتعالى نكتب بعض الكوماند كده اللي هيتبين منها احنا بنتكلم في ايه. تعالى نقول ان ايه مثلا بتساوي 30، و تعال نقول برنت ايه بيساوي يساوي 30. لو عملت انتر ايه اللي حصل؟ إيه هنا في دبل ايكوال. دبل ايكوال دول، الدبل ايكوال دول معناهم ده سؤال، هل ايه بيساوي 30 ولا لا؟ فانت عامل اكسبريشن ايه بيساوي 30. او تعال نبسط الامور في الاول، نكتب ايه بيساوي 30. ده بوليان اكسبريشن بتسال هل ده ايه بيساوي 30 ولا لا، فبيرد عليك بترو. معنى ترو معناه ان الكونديشن ده حصل. فانت لما بتروح تكتب له برنت مثلا ايه اكبر من 20، هيروح ده علامه اكبر من اللي بستعملها في الريليشنال اوبريتور.
ايه اكبر من 20 ولا لا؟ اكبر من 20، وبالتالي الترم ده بيقول لي ترو، وبالتالي بيطبع لك ترو على الشاشه. طيب لو قلت ان الايه او ايه لا تساوي 30، ايه لا تساوي؟ طبعا ايه لا تساوي 30؟ طبعا ايه اصلا ب 30، فمعنى ان اقول له ايه لا تساوي 30 بيروح يجرب، مش بيخلي لك الايه لا تساوي 30، لا هو بيسال هل الايه لا تساوي 30؟ لا، الايه بتساوي 30، وبالتالي الناتج بتاعك مين؟ الناتج بتاعك فولس. ده شكل الريليشنال اوبريتور بتاعتي. يعني لو حبيت اكتب اقل من بتتكتب في البايثون اقل من عادي، اقل من او تساوي هتتكتب اقل من او تساوي، عباره عن مفتاحين، اكبر من اكبر من، واكبر من او يساوي بتتكتب اكبر من او يساوي، واليساوي ما تنساش ان هي دبل ايكوال ساين، دبل ايكوال ساين علامتين، ولا يساوي بتتكتب بالشكل الفلاني. ده ريليشنال اوبريتور، ريليشنال اوبريتور. وده طبعا واضح معاك 12 مثلا، لو قلت بيساوي هل 12 بيساوي 17 ولا لا، هتلاقي رد الانتربريتر بتاعك فولس. 5 اكبر من 7 اكيد فولس، 7 اكبر من ناقص 3 اكيد ترو، 9 بتساوي 3 في 3. لاحظ هنا ان هنا بنتكلم على الاوبريتور بريسيدنس او البريوريتي، مين هيتنفذ قبل مين؟ يا ترى هيفالويت التسعه الاول بتساوي الثلاثه ولا لا، والناتج ضربه في 3؟ لا، هنا العمليات الحسابيه لها اولويه عن عمليات المقارنه، وبالتالي هيفالويت الاول التسعه، هيحسب لك التسعه، ثم هيختبر هل التسعه بتساوي التسعه ولا لا، وبالتالي الناتج بتاعك ايه؟ الناتج بتاعك ترو. زي ما قلنا الايكوال ساين او الدبل ايكوال دي معناها الريليشنال اوبريتور، لكن دي معناها الاساينمنت، اساينمنت اوبريتور. الترو اتفقنا بتاعت حضرتك دي تي كابيتال مش تي سمول، ولو انت كتبتها تي سمول هو ما يعرفهاش، هو يعرف تي كابيتال. زي ما قلنا اللوجيكال اوبريتور، اللوجيكال اوبريتور اللي هي الحاجات المنطقيه، لما بحب اربط شرط مع شرط، لما بحب اربط انا اسف اللوجيكال اوبريتور لما بحب بالفعل اربط شرط مع شرط، بتكلم على الاور او بتكلم على الاند او بتكلم على النوت، ودي معناها فولس مع فولس، لو الاثنين خطا فبيديني خطا، ترو مع فولس بيديني فولس، فولس مع ترو بيديني فولس، ترو مع ترو بيديني فولس. يعني عشان الناتج بتاع الكونديشن الكبير يكون ترو، يبقى المفروض ان كل الكونديشن معاك تكون ترو. الاور عشان الاور تطلع ترو، يبقى على الاقل في شرط واحد ترو، يبقى وجود ترو يطلع ترو، وجود ترو يطلع ترو. اوكي يا جماعه، والنوت طبعا بتنفي، اذا كان عندك فولس بيديك ترو، وان كان عندك ترو بيديك فولس. بستعملهم في ايه؟ لما بحب اجمع شرطين مع بعض. احنا حاليا لسه ما اتكلمناش في شروط، بنتكلم على الشرط مبني على شويه اوبريتور، ريليشنال اوبريتور اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي هي اكبر من واصغر واكبر واصغر واقل من او يساوي، واكبر من او يساوي، ويساوي ولا يساوي، واتكلمت على اللوجيكال اوبريتور اللي هي الاند والاور والنوت. تعالى مثلا بنكتب 5 اند ترو. 5 اصلا تعتبر ترو، اي رقم، اي رقم انتجر فلوت يعتبر ترو ما عدا الزيرو. فالخمسه دي تعتبر ترو، ترو اند ترو، طالما الاثنين بترو فالناتج ايه؟ الناتج ترو. زيرو، زيرو ده ايه؟ الزيرو ده وكانه فولس، فولس اند ترو يديك فولس، فولس اند ترو يديك فولس. طيب لو انا جيت اقول له بقى، لو انا عندي اكس ب 9 مثلا، واي ب 10، زد ب 4، عاوز اقول له اكس اكبر من واي، يا ترى اكس اكبر من واي، وكمان الواي اكبر من زد، اكس اكبر من الواي، ده فولس، ولان الشرط عفوا ده طالب اكس اكبر من زد، اكس اكبر من زد ترو، 9 اكبر من 4، وكمان الواي اكبر من زد ترو. طالما الاثنين ترو يبقى الناتج بتاعك ترو، لان انا بتكلم على مين؟ اند. نوت اكس اكبر من واي، يا ترى الاكس اكبر من الواي الاول؟ اكس اكبر من واي فولس، ونط بتنفي تديك مين؟ يديك ترو، يديك ترو. تعال بقى نتكلم دلوقتي على اف ستيتمنت. الاف ستيتمنت، الاف ستيتمنت دي بشكل بسيط ممكن نبص ليها على انها
عامله كده. ده كونديشن، ده كونديشن بتاعي. اوكي، في هنا مجموعه جمل قبل الاف ستيتمنت، هقول ده اسمه سويت 1 او بلوك 1، سويت او بلوك. وفي شويه جمل موجودين هنا اسمهم بلوك 2 او سويت 2، وفي هنا شويه جمل اسمهم سويت 3. ايه الفرق بين 1 و 2 و 3؟ هتيجي تبص الفرق ان هنا في اندنتيشن، يعني الجمل دي داخله جوه شويه وكانها بادي، بادي لمين؟ للاف. يعني اي حد هيشوف جمله اف ويشوف الجمل دي هيبص للجمل دي على انها البادي بتاع مين؟ البادي بتاع الاف. في معظم اللغات بتلاقي في حاجه اسمها كيرلي براسز، اللي هي الاقواس اللي بتحدد او بتعمل ديليميتر للبادي، بتعمل ديليميتر للبادي. هنا دلوقتي انا الجمل دي ايه، مين قال ان الجمل دي البادي بتاع الاف كونديشن؟ انها معمول لها اندنتيشن داخل اف. يعني الفرق بين سيكشن 2 وسيكشن 3 ان سيكشن 2 كله معمول له اندنتيشن داخل مين؟ داخل اف، وبالتالي كانه البادي بتاع الاف. ايه اللي بيحصل لو انت كاتب مجموعه جمل بالشكل ده؟ والله لو الكونديشن ده حصل له ايفالويشن وطلع ترو، مجرد ما طلع ترو البادي بتاع الاف ستيتمنت هيشتغل، او السويت او البلوك ده هيشتغل، يبقى ده شغال لحد ما يقابله جمله بره الاندنتيشن. اوكي، يبقى البادي ده خلص. يعني ايه الشرط ده؟ انا جاي من فوق لسه ما عملتش ايفالويت لاي حاجه، يبقى سويت 1 شغال ولا مش شغال؟ هيشتغل، يبقى كل الجمل دي هتتنفذ. دخلت على الكونديشن والكونديشن ترو، يبقى السكشن 2 هيشتغل. طب وانت نازل سكشن 2 خلص، بعد ما خلص هتروح فين؟ هتروح على اول جمله بعد البلوك، وبالتالي السكشن رقم 3 برضه شغال. يبقى في حاله ان الكونديشن ده شغال، هتلاقي ان السويت 1 سويت 2 سويت 3 هيشتغل. طب اذا كان الكونديشن ده بيقول لفولس ما اشتغلش، الشرط ده ما اتحققش، مين السكشن اللي هتشتغل او السويتس اللي هتشتغل؟ سويت 1 كده كده شغال لان انا جاي من فوق، ولان ده فولس يبقى هعمل سكيب لسكشن 2 ويشتغل 1 ومين؟ و3. يبقى في حاله الترو 1 و2 و3، وفي حاله الفولس 1 ومين؟ و3. لاحظ حاجه مهمه جدا، ان 3 كده كده شغال بغض النظر عن 1 طبعا، يهمني هنا بس من بعد الكونديشن 3 3 انت هتعدي عليه. يعني ايه؟ يعني 3 هيحصل في الكونديشن ترو وهيحصل في الكونديشن فولس، تاخد بالك من ده تمام. ودي هنشوفها بمثال دلوقتي، دي هنشوفها بمثال. تعال نشوف مثال بسيط. هكتب اكس مثلا، نحط قيمه a بيساوي 33، a بيساوي 33، b بيساوي 200، واجي اقول له اف b اكبر من ال a وبحط كولون. لاحظ اول ما عملت انتر عمل اندنتيشن لوحده لان فاهم ان ده ايه؟ بادي. اف b اكبر من a، هقول له برنت وادي له رساله b is greater than a. ايه اللي هيحصل؟ a ب 33 خلاص، b ب 200. طب يا ترى b اكبر من a ولا لا؟ دي طريقه كتابه الاف ستيتمنت، ادي الاف ثم الكونديشن ثم الكولون ثم المفروض ده البادي. ولو حبيت تكتب حاجه ثانيه هتكتب لحد ما ترجع. هنفترض ان كل ده هو البادي، امتى يعرف ان البادي خلص؟ مجرد ما الاندنتيشن رجع لحالته الطبيعيه. يبقى دلوقتي لو بي اكبر من ايه، وده الحادث ان 200 اكبر من 33، يبقى المفروض ان الجمله دي اللي هتطبع. طب بعد ما يطبع الجمله دي يروح فين؟ هيروح على اول سطر بعد البادي. طب لو الشرط ده ما حصلش، هيروح على اول سطر بعد البادي. يبقى في حاله ان 200 اكبر من 33 وده اللي حاصل، هيبدا يطبع لك بي از جريتر ذان اي. عملت ران، اوكي، طبع لي بي از جريتر ذان اي، ان البي بتاعتي اكبر من الاي. طبعا لو كنت غيرت القيمه خليتها 10 مثلا، طبعا البي مش اكبر من الاي ولا حاجه، يبقى هيعمل سكيب لده، ده مش هيشتغل، ولان مفيش حاجه فالبرنامج مش هيدي اي ناتج. انا قلت له ران دلوقتي، البرنامج مش هيدي لك حاجه على الشاشه خالص. تمام كده يا جماعه؟ ده اف ستيتمنت، اف وذاوت الف، لسه ما اتكلمتش على الالف ولا اتكلمت على الف اف او اختصارا الف. طيب تعال نكبر البرنامج شويه
وتعالى ممكن نستغل الوضع ونقول والله مثلا بي بيساوي فلوت انبوت نمبر، دي له رسالة نمبر بيساوي، واقفل القوس ده والقوس ده، واجي اقول له مثلا ال A بيساوي 30، واجي هنا اقول له ال B اكبر من 30 ولا لا. اوكي، يبقى انا هاخد رقم، هقرا رقم من اليوزر، لو الرقم ده اكبر من 30 اطبع ان، عاوز اطبع بقى ان ال B، ممكن اقول له B و بحط الرسالة if greater than 30، الرقم اللي انت مدخله اكبر من 30. لو قلت له run دلوقتي yes، طلب مني الرقم هقول له 40، هيرد عليا يقول لي 40 is greater than 30. لو انت عملت run تاني واديته مثلا 20 مش هيدي حاجة. ليه مش هيدي حاجة؟ لأن القيمة بتاعتك 20 ما هياش أكبر من 30، وبالتالي البادي ده مش هيشتغل وهخرج من البرنامج. طيب يا ترى اقدر ان انا اكتبها كده؟ لو انا عملت رن دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ انتربريتر هيديني خطا. ليه؟ اكسبكتد ان اندنتد بلوك، هو متوقع منك ان يبقى في اندنتيشن، متوقع منك ان يكون في بادي، فانت عملتش بادي دلوقتي حاليا، تمام؟ وبالتالي ده خطا. يبقى طالما انت عملت ده يبقى ده المفروض بيانديكيت او بيشير ان هيجي ورايا دلوقتي بلوك او سويت، ومعنى بلوك او سويت معناه ان في اندنتيشن. اوكي، يبقى ده المفروض يحصل له بالشكل ده، ولو عملت ران كده البرنامج بتاع حضرتك شغال وزي الفل. طيب لو انا دلوقتي اديته 50 هيديني 50 از جريتر ذان 30. طب والله لو انا جيت قلت له هنا اف ترو وقلت له رن وقلت له الرقم بتاعي 20، ايه اللي حصل؟ في هنا اولا في هنا مشكله جدا، ترو دي از نوت ديفايند. لو انت تقصد ترو اللي هي بوليان تايب، بوليان تايب ترو اور فولس، التي كابيتال زي ما قلنا قبل كده. انا لما احط هنا التي كابيتال، هو المفترض ان ورا الاف في مين؟ في كونديشن. الكونديشن هنا كونديشن نتيجته يا ترو اور فولس، انا عطيله ترو على طول، يبقى بالتالي الكونديشن بتاعي شغال، يعني الجملة دي بتتحقق، وبالتالي البادي بتاعك شغال على طول، البادي بتاعك شغال على طول. يبقى ممكن انفع احط كونديشن اف 1 اقول له على طول نفذ حاجة معينة، وده بالدوام كأن الكونديشن بتاعي ايفالويت تو ترو. يبقى بغض النظر عن البي اكبر ولا مش اكبر، الجملة دي هتشتغل. لو انا جربت اعمل ران قلت له اوكي نمبر ادي له 10، هيرد عليك بالجمله ان 10 اكبر من 30، اديته 20 اديته 50 اي رقم هتلاقي البادي ده شغال، لان انا حطيت نتيجه الشرط بتاعي مباشر فيه كله. تعال نركز تاني، ما تنساش دي الاف ستيتمنت، ده المفروض مكانه الكونديشن. شوف الكونديشن حابب تكتبه ازاي براحتك بالشكل ده مثلا، وبعدين بتحط البادي بتاعك. البادي جمله ولا اكتر؟ البادي براحتك اكتر من جمله، بس الشرط ان لازم يكون معمول لهم ايه يا شباب؟ معمول لهم اندنتيشن، ما تنساش ده. ارجو ده ملخص الاف ستيتمنت. دي الاف زي ما قلنا ده البوليان اكسبريشن اللي هو بيقول في الاخر ليه ترو اور فولس، ما تنساش الكولون، ثم ستيتمنت بلوك او بيتقال عليه ايه يا شباب؟ بيتقال عليه السويت. ده السويت، تعال نكتبها عشان ما ننساهاش مع بعض. ما عادش عاوز يكتب، ده السويت اللي هو الجناح او البلوك بتاعي. وما تنساش ان انت عامل ايه يا شباب؟ عامل اندنت، عامل اندنت. اوكي، طيب اذا كان الوضع بالشكل ده تعالى نتكلم على مثال بسيط. عاوز انا هقرا اكس، اكس بتاعي لو كان اكبر من صفر بعمل برنت الاكس ده ايه؟ هقرا رقم من بره، الرقم ده لو اكبر من زيرو يطبع مين؟ يطبع قيمه الرقم. يعني مثلا هتعمل ران دخلت 34 فيقوم طابع لك 34. طيب لو دخلت رقم ناقص 30 هيقوم يعمل ايه بقى؟
لان ناقص 30 ما هياش اكبر من الصفر، يبقى هيسكيب ده وما يلاقيش حاجه، وبالتالي يقوم طابع لك ما يطبعلكش حاجه، ما ندخله ناقص 30 ما يطبعلكش حاجه. طب لو انت عاوز تطبع باس اور فيل، يعني كانها درجه او سكور، هقرا الرقم. بعد ما تقرا الرقم، الرقم اتحط فين؟ في الاكس. لو الاكس اكبر من او يساوي 50، برنت مين؟ برنت باس. هيطبع لك ان الرقم ده نتيجته باس. طيب، طب لو الرقم بقى انت دخلت رقم والدرجه بتاعتك اقل من 50، يعني الطالب رسب، ايه اللي هيطبع؟ ولا حاجه، لان انا ما حطيتش الا جواب شرط واحد. طيب لو جيت تحسن الوضع شويه وحبيت تطبع الاثنين باس اور فيل، تعال نعمل الكلام ده باس اور فيل. هقول له ايه بقى يا شباب؟ هقول له مثلا سكور درجه بيساوي float of input، هقول له your score please، your score، ادي البرومبت او رساله، واجي هنا اقول له if score اكبر من او تساوي وليكن 50، حط نقطتين واقول له هنا برنت، برنت مين؟ برنت بس. وان ما كانش هقول له بقى برنت فيل. خلاص كده الوضع مفهوم، ان انا هقرا سكور، هقرا الدرجه اللي الطالب اللي اليوزر هيدخلها. طبعا سكور دي مش مرتبطه بسكور دي ولا حاجه، يعني ممكن اسمي لي اكس مثلا واحط لي اكس. هقرا دي رساله تبقى موجوده قدام اليوزر، اليوزر هيدخل قيمه، القيمه دي تتنقل فين يا شباب؟ تتنقل داخل الاكس، ويروح يقارن الاكس بال 50. ان كان الشرط ترو، يعني اكس اكبر من 50، يقوم طابع لك باس على الشاشه، وان ما كانش يقوم طابع لك مين؟ يقوم طابع لك فيل. تعال نجرب ونعمل ران، وتعال نجرب في الاول. زي ما انتم عارفين ان الطالب ده فاشل والطالب ده جايب 30. اول ما دخلت 30 قال لي ايه؟ قال لي فيل، الطالب ده رسب. كده البرنامج شغال؟ لا، لما يكون البرنامج فيه احتمالات كتير لازم انا اجرب الاحتمالات. خلاص تعال نجرب، انا ادخل ان الراجل ده جاب وليكن 70 درجه. لما دخلت ال 70 البرنامج رد عليا او الريسبونس بتاع البروجرام اداني باس ثم اداني فيل. ايه اللي حصل؟ تعال نرجع نشوف يا ترى عندنا خطا ولا لا. احنا اتفقنا الجمله دي تملي تعمل تريس للبرنامج ده، الجمله دي الهدف منها ان انت تقرا الدرجه. بعد ما قريت الدرجه بيقارن الدرجه بمين؟ ب 50. الجمله مكتوبه صح او مكتوبه صح؟ لو الشرط حصل ايه اللي بيحصل؟ بينفذ البادي. هل ده البادي؟ لا، ده البادي الجمله دي فقط. ليه؟ عشان الاندنتيشن. يبقى الشرط لو حصل بينفذ دي، وبعد ما ينفذ دي يروح فين؟ ينزل على اول جمله بعد البادي اللي هي مين؟ اللي هي فيل. يبقى لو كانت اكس بتاعتي اكبر من ال 50 هيطبع الباس، وده اللي انا عاوزه. ثم يروح فين البرنامج؟ هيعدي دي؟ لا مش هيعدي دي، ده هينزل على اول سطر هنا، اللي هو لو انت فاكر في الفلوت شارت كان السكشن او السويت رقم 3، اللي سواء الشرط كان شغال او كان الشرط مش شغال معايا كده كده هنزل على سكشن 3. اوكي، فالباص هتتبع وبعدين مين وبعدين فين. لكن لو انت كنت مدخل رقم اقل من 50 يبقى الشرط ده بيقول لفولس، وبالتالي البادي مش هيشتغل وينفذ مين؟ ينزل على برنت فيل. فالجزء لو كانت الدرجه اقل من 30 شغال صح، لكن اكبر من 50 هيعمل ايه بقى؟ هيروح يطبع باص ويطبع مين؟ ويطبع فيل. عشان احل المشكله دي خلاص ممكن اشيل الجمله دي انا واروح اعمل جمله ثانيه زي دي بالظبط، اف ثانيه، لان ما خدش لسه اف الف، واروح احط لو اكس اكبر من 50 يطبع باص، طب لو كان اقل من 50 يطبع فيل. تعال نشوف التتابع بتاع الجمل. خلاص اكس جبت الدرجه، طب اكس اكبر من 50 يعمل ايه؟ يقوم طابع بس، وبعد ما يطبع هينزل على اول جمله بعد الاف ستيتمنت فيلاقيها اف. اف اكس اقل من 50 خلاص هي اكس كانت اكبر من 50 فطبع البث. هنا اكيد الشرط ده مش هيتحقق وبالتالي مش هينفذ ده وينزل هنا. طيب لو كانت الاكس بتاعتي اقل من 50 يبقى الشرط ده مش هيتحقق، يبقى هيعمل سكيب للبادي وينزل على اول سطر بعد البادي اللي هو ده، ولان اكس اقل من 50 هيقوم رايح طبع مين؟
مستوعب بس. دول اتنين if statement sequential ورا بعض، تمام؟ طيب احنا ممكن نعمل الكلام ده، نحاول نعمله ب one statement واحدة. ممكن اعمل الكلام ده بطريقة تانية ب one if statement. ازاي؟ موضوع بسيط جدا. انا هاجي في الاول خدت مين؟ هاخد الاكس. الاكس ده بيديني الدرجة بتاع السكور، واي درجة هاخدها هفترض جدلا ان انا مش هطبع رسالة دلوقتي، انا هحط مخزن اسمه باث داخل الواي. هخلي الواي بمين؟ بالباث. واي بتساوي الباث. لو الاكس اقل من 50 عدل الواي، خلي الواي بمين؟ بفيل. طب لو ما كانش، لو كانت الاكس اكبر من او يساوي ال 50 هتفضل الواي بمين؟ بالباث. يبقى تاني الخطوه الاولى هات اكس، تعال نفترض انت دخلت 40، يبقى واي بكام؟ بباث. يبقى اكس ب 40 واي بباث. ده ينفع؟ لا ما ينفعش، بس انتظر. 40 اقل من 50 صح؟ عدل قيمه الواي، خلي الواي بمين؟ بفيل. ولان ده حصل، بعد ما يحصل ده هبدا اعدي على اول سطر بعده اللي هو برنت الواي، والواي بتاعتي بمين دلوقتي؟ بفيل. طيب حضرتك دلوقتي لو دخلت قيمه 60 والواي بس، ده كده زي الفل. يبقى لما كانت الدرجه 60 الواي بس، ولان 60 معايا كده ما هياش اقل من 50، 60 مش اقل من 50، يبقى السطر ده مش هيشتغل، ويطبع مين؟ يطبع الواي. اخر واي عندي كانت مين؟ كانت الباث. يبقى انت النهارده بتحط عكس الشرط، يعني بتحط قيمه وتاخد الشرط العكسي، وتاخد الشرط العكسي. تعال نقرا تاني. يبقى الاكس بتاعتك اخدتها، حطيت قيمه للباث افتراضيا ان اي اكس هتبقى باث. لو حصل ان الاكس بتاعتك اقل من ال 50 هتعدل قيمه او هتعمل ابديت للواي، ثم تطبع مين؟ ثم تطبع الواش. ممكن برضو الاف ستيتمنت تتكتب كوان لاين، كوان لاين لو كان جواب الشرط بتاع الجمله واحده، يعني ممكن اسحب دي فوق كده. بالشكل ده. كده دلوقتي لو اكس اقل من 50 عدل قيمه الواي. اوكي؟ والبرنت واي موجود. لو قلت له ران دلوقتي اعتقد مش هيبقى فيها مشكله. يورو سكور هقول له 50، ف 50 باث. لو عملت ران تاني وقلت له 20 هيرد عليك يقول لك فيل. لكن الميزه هنا بس ان انا حطيت الاف ستيتمنت از وان ستيتمنت، وان ستيتمنت ده الكونديشن، ثم الكولون، ثم الجمله بتاعت جواب الشرط بتاعت الاف. تعال طالب مني كمان بيقول لي اكتب برنامج يسال اليوزر او يطلب من اليوزر الطول والعرض والارتفاع بتاع باكج كرتونه مثلا، ويعرض ريجكت رساله ريجكت اف اني دايمنشن از جريتر ذان 10 سنتي. لو اي دايمنشن من الثلاثه زاد عن 10 سنتي يعرض كلمه ريجكت، ولو الثلاثه اقل من او يساوي 10 يطبع كلمه اكسبت. خلاص الفكره طالما هتعمل كده يبقى انت محتاج تي انبوت او انتر الفاليوز بتاعت اللينث والويدث، انا اسف، والهايت ال ودبليو اتش، وتيجي تقول والله اف ان ال بتاعتي اكبر من 10 او ان الدبليو اكبر من 10 او الاتش اكبر من 10. لو اي واحد من دول اكبر من 10 ايه اللي هيحصل؟ برنت ريجكت. وارجع تاني اقول له اف ال اقل من 10، عاوز تقول بقى ان الثلاثه اقل من 10 ودبليو اقل من 10 والاتش اقل من 10 يطبع مين؟ يطبع اكسبت. ده البرنامج وسهل جدا. جبت ال ال والدبليو والاتش وابدا احط الكونديشن بتاع اي واحد لو زاد عن 10 يطبع ريجكت، ولو الثلاثه اقل من او يساوي ال 10 يطبع مين؟ يطبع اكسبت. ده برنامج تاني مطلوب مني ان انا احل كوادراتيك ايكويشن المعادله التربيعيه، وانت عارف ان المعادله التربيعيه الصيغه العامه بتاعتها اكس سكوير زائد البي اكس زائد سي بيساوي صفر. طبعا لغات البرمجه اكيد البايثون بقدر احل بيها المعادلات على طول، لكن لو انا بتكلم على كونسبت ازاي استعمل الاف ستيتمنت، سواء انا او الديفلوبر بتاع البايثون هما اللي كاتبين البرنامج، لكن الموضوع هيمشي بالشكل ده. ان انت عارف ان القانون بتاع حل المعادله التربيعيه بيعتمد على الديسكريمنانت او المميز اللي هو بي سكوير ناقص 4 اي سي بيساوي صفر. خلاص فانا هعمل ايه؟ هروح والله تعالى انت محتاج داله الجذر التربيعي مثلا، خلاص هروح اقول له فروم ماث امبورت الكل، استعمل من الماث من الباكج اللي اسمها ماث او الموديول اللي اسمه ماث، خد منه كل الفانكشن، اقرا الاي والبي والسي اللي هم بيميزوا المعادله التربيعيه، دي المعاملات الاي والبي والسي. بعد كده احسب مين؟ احسب المميز، بي تربيع
ناقص 4 اي في، او ممكن تعمل داله الباور للبي. ده مين يا جماعه؟ ده الجي اللي هو الديسكريمينانت. واجي اقول له بقى اف ان الدي بيساوي صفر، اف ان الدي بيساوي صفر، طبعا بيساوي هنا ما تنساش ان هي دبل ايكوال ساين. اف ان الدي بيساوي صفر، خلي لي والله اكس 1 بيساوي اكس 2 بيساوي ناقص بي على 2 اي، وده بالفعل ده من القانون ان الجذرين بيساوي سالب بي على 2 اي. واطبع بقى روت 1 بيساوي روت 2، الجذر الاولاني بيساوي الثاني بيساوي اكس 1. طب لو كانت دي اكبر من صفر، لو الدي اكبر من صفر، يبقى الجذر الاولاني عباره عن سالب بي موجب الجذر التربيعي لدي على 2 اي، والجذر الثاني عباره عن ناقص بي ناقص الجذر التربيعي لدي على 2 اي، وبعدين برنت روت 1 وبرنت روت 2. لاحظ بس المهم ان ده البادي بتاع الاف كونديشن اللي هو السويت، وفي البايثون تملي بيفضلوا يستعملوا كلمه سويت بدل البادي او البلوك. يبقى السويت ده معمول له اندنتيشن، فلو الشرط ده حصل ده هيمشي معاك. لما بيخلص ده يروح يتشك على ده، فطبعا لو اي شرط من دول حصل بقيه الشروط مش هتنطبق، هينفذ ده. لو نفذ ده هيجي يبص على الكونديشن ده ما يحصلش والكونديشن ده ما يحصلش. طب لو الدي لا تساوي الصفر، ينزل هنا يشيك على دي اكبر من صفر، لو لقى ان الدي اكبر من صفر هيبدا يطبق البادي ويشتغل على السويت، وبعدين يجي يجرب الشرط ده، اكيد الشرط ده مش هيحصل. تمام، ده استعمال اف ستيتمنت في اكتر من مثال. ده مثال بسيط اسمه تو برانش فانكشن، تو برانش فانكشن او داله معرفه ب 2 فانكشن. دي داله واي اوف اكس بتساوي 4 اكس زائد 38 لما يكون الاكس اقل من او يساوي 8، وبتساوي اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 10 لما يكون الاكس اكبر من 8. دي اسمها تو برانش. لو انا عطلك النهارده فاليو لاكس وعاوز اجيب فاليو اوف واي ات اكس، يعني قيمه الداله واي عند النقطه اكس، لو انا قلت لك اكس ب 9 هتروح تعوض فوق ولا تحت؟ ايوه برافو عليك، عوض فين؟ هعوض تحت، لان 9 اكبر منين؟ 9 اكبر من 8، وابدا احط 9 تربيع زائد 2 في 9 ناقص 10 واطلع قيمه الداله. اذا الموضوع ببساطه عشان تيفالويت الفانكشن دي محتاج في الاول ان انا ادخل قيمه الاكس، ثم اشوف الاكس بتاعتي اقل من او يساوي 8 ولا اكبر من 8، ولو كانت اقل استعمل الداله دي، ولو كانت اكبر استعمل الداله دي. طبعا انت ممكن تعملها ب 2 اف زي ما احنا عاملين بالشكل ده، هقرا الاكس وبعدين اقارن الاكس الاقل من 8، هاخد الاكس اعوض بيها في الفانكشن واحطها في واي، وبعدين برنت الواي. طب لو كانت اكبر من 8 اقدر استخدم المعادله الثانيه واطبع. طبعا انا لحد دلوقتي ما قلتش اف الس، اقدر احل الداله دي باستخدام او المعادله دي باستخدام اف الس، واقدر اعمل المعادله دي باستعمال وان فانكشن، وان ستيتمنت، وان ستيتمنت فقط. اقدر اعمل نفس الالجوريثم ده او نفس الفانكشن دي اللي هي التو برانش فانكشن عن طريق وان اف ستيتمنت. ازاي؟ ارجع للمثال بتاع الباث والباث والفيل باستعمال اف ستيتمنت واحده. هنكتفي بهذا القدر ان وقت المحاضره سحب مننا، احنا طلعنا فوق ال 30 دقيقه. اتمنى في ختام المحاضره ان احنا بسرعه كده الاول، انا اسف، نلخص كل اللي قلناه. اتكلمنا على علاقه الفلوت شارت او السكشن بتاع الفلوت شارت اللي بيعمل كونديشن. اتكلمنا على الكونديشن ده مهم جدا، لان انت في اوقات معينه من البرنامج محتاج ان انت تتست حاجه معينه، وبناء عليها سواء اليوزر كان مدخلها او سواء كنت حسبتها داخل البرنامج، عاوز تقول لو القيمه دي بكذا اعمل ايه، ولو كانت القيمه دي اللي هو تقدر تاخد قرار داخل البرنامج. ثم اتكلمنا عشان تاخد قرارات فانت محتاج تتكلم على الريليشنال اوبريتور اللي هي اكبر من واقل من واكبر من او يساوي، اقل من او يساوي، لا يساوي. وما تنساش هنا ان يساوي عباره عن 2 ايكوال ساين. ثم اتكلمت على اللوجيكال اوبريتور وقلت ان اللوجيكال اوبريتور زي الاند والاور والنوت، وقلت الاند عشان ده شرط مجمع عشان يطلع بترو، فالمفروض ان انت كل الكونديشن الصغيره تكون اتحققت ترو. وقلت ان كل حاجه في الدنيا تعتبر ترو ما عدا الزيرو، وقلت ان الترو والفولس، الترو التي كابيتال ده عباره عن بوليان تايبس. وقلت ان انت لما تيجي تتكلم على الاف ستيتمنت اتكلمت على الانتيشن، واتكلمت على السويت او البلوك، وقلت ان البايثون بروجرامر بيفضلوا كلمه سويت، وقلت ان انت بتكتب اف كونديشن وبعدين الكولون وبعدين جواب الشرط بتاع حضرتك. وما تنساش ان انت بإف ستيتمنت فقط وذاوت الس ان في سيكشن كده كده هتعدى عليه اللي هو السيكشن رقم 3 اللي موجود في الفلو شارت. وشفنا بعض الامثله، اتمنى في ختام المحاضره تحوز على اعجابكم، وان شاء الله نلتقي في المحاضره القادمه استكمالا للكونديشن واستكمال للاف ستيتمنت. وكان معكم مصطفى الحسين.